الدول العظمى مش هتدي معلومات صح للدول النامية. أنا دولة نامية، تدينيش معلومات صح. مفهومك للديمقراطية غير مفهومي أنا للديمقراطية. مفهومك إيه؟ يعني أنت مفهومك للديمقراطية أعلى، أنا في سنة أولى ديمقراطية، أولى حضانة كمان ديمقراطية. قلنا ديمقراطية والديمقراطية في مصر والديمقراطية، ده ما تشوف الديمقراطية عملت إيه عندي؟ إيه عملت الديمقراطية؟ وكلتك عيش؟ أنت لو ما اشتغلتيش هتقول لك الديمقراطية؟ والنبي نفطر ديمقراطية، نتعشى ديمقراطية.